مرحبا يا أطفال، قصتنا اليوم تحدثنا عن معجزة شفاء. عيسى يشفي كثيرا من الناس، فقد كثر حوله الحديث في كل مكان، لذلك حشود من الناس تأتي لرؤيته وسماعه. لكن عيسى يجد القوة في الصلاة، إنه يضع ثقته في الله أبيه. لنقرأ الآن في إنجيل لوقا الشطر الخامس الآيات 15 و 16. فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم، وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. في ذلك اليوم عيسى كان في أحد المنازل التي يقصدها غالبا في مدينة كفرنحوم. بالطبع حشد من الناس الذي يتزايد في العدد يأتي لرؤيته كي يشفى من أمراضه، وأيضا لسماع دروسه على الله. حتى أعداءه كانوا حاضرين، الفريسيين ودكاترة الناموس يتمثلون في مدرسي العهد القديم لشعب اليهود. العهد القديم هو الجزء الأول من الكتاب المقدس، كان الكتاب الوحيد المتعلق بالله في ذلك الزمان. القصة التي أرويها لك اليوم موجودة في العهد الجديد الذي يعتبر تكملة للقديم ويبدأ بالأناجيل. الفريسيون ودكاترة الناموس يدرسون الناموس ووصايا الله لشعب اليهود، كما نجد أيضا الوصايا التي أضافوها بأنفسهم والتي تسمى التقاليد. إنهم يكرهون عيسى لأنه يدرس الحقيقة والناس يحبون سماعه. تعلم لدرجة اكتظاظ الناس عند باب منزل عيسى، فلا واحد يستطيع الدخول. بالفعل ها هم الآن أربعة رجال يقتربون حاملين صديقهم المريض على فراشه. هذا الصديق مشلول، لا يمكنه الحركة. بالطبع لقد قيل له عن عيسى الذي يشفي المرضى إن رغبته الوحيدة هي المشي. أصدقاؤه يعتبرون أصدقاء بحق الكلمة لأنهم يريدون مساعدته ويؤمنون حقا أن عيسى قادر أن يشفي صديقهم، لذلك حملوه إلى بيت عيسى. لا يمكنهم العبور، وخاصة مع فراش. ماذا سيفعلون الآن؟ ربما سيغيرون رأيهم ويقولون للمشلول: تعلم نحن نشعر بالحزن لأننا أتينا متأخرين ولا يمكننا العبور الآن. اسمع، سنعود غدا في ساعة مبكرة كي نرى عيسى، لا تيأس، هيا بنا، سنأخذك لترتاح، فإنك هنا في ازدحام مع فراشك. لكن لا، الرجال الأربعة والمريض متيقنين أن عيسى يمكن له أن يشفيه، لم يمشوا كل هذه المسافة دون فائدة. إذن ماذا سيعملون؟ فأخذوا يفكرون. شيء رائع، قد وجدوا فكرة. بيت عيسى بيت بسيط جدا، كما نرى ذلك غالبا في البلدان الحارة. تعلم أن سطوح البيوت في هذه البلدان ليست حادة وليست مبنية بقرمود، إنها سطوح مسطحة يمكن للناس تجفيف ثيابهم فيها، وعموما نجدها مبنية بالتراب التبن والخشب، وذلك للاحتفاظ بالبرودة فيها. إذن الآن بما أنني قلت لك كل هذا، حتما تصورت فكرة هؤلاء الرجال. نعم، لقد قرروا العبور عبر السطح، شيء صعب. يا ترى كيف سيعملون؟ إنه لا شيء عجيب، هؤلاء الرجال ثقتهم في عيسى كبيرة لدرجة أنهم تيقنوا أنه سيشفي صديقهم إذا رآه. لذلك قرروا كسر جزء من السطح، فهم مستعدون لكل شيء. أظن أنهم ربطوا المشلول بحبل على فراشه، وذلك كي لا يسقط. الكتاب المقدس يقول لنا أنهم أنزلوا صديقهم وهو على فراشه، وذلك من الثقب الذي صنعوه في السطح. يجب القول أن كسر بيت ليس من الشيء السهل، واستوجب ذلك وسائل خاصة، كما يجب طرح السؤال: هل عيسى سيغضب عليهم؟ ولكن عندهم الإيمان، إنهم فهموا أن هذا الرجل عيسى قلبه مليء بالمحبة. انظر معي في مرقس 2 الآية 5.
فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. لما رأى عيسى إيمانهم قال للمشلول: يا ابني مغفورة لك خطاياك. يا له من تصرف، يا له من حب، يا لها من نعمة. النعمة إنها هدية لا نستحقها. لماذا عيسى لم يغضب بسبب سطح بيته الذي كسر؟ لأنه الله، إذن يرى ما هو في قلوبنا وما هي أفكارنا. لقد رأى إيمانهم، لذلك أعطى له أكثر من الشفاء، بل أعطاه غفرانه أيضا. عيسى رأى قلب المشلول، قلب غير نقي لأنه عصى الله عدة مرات، الكذب مثلا. رأى عيسى أن هذا الرجل يحتاج إلى التصالح مع الله، وهذا أهم من الشفاء الجسدي، لكن الجميع لم يفرح بذلك. الكتبة الذين يهتمون بكتابة العهد القديم ونسخه باليد يعرفون كلام الله، ويعلمون جيدا أنه لا يمكن لرجل أن يغفر الذنوب، لأنه يجب أن تكون كاملا للقيام بهذا الشيء. إذن دون قول شيء يفكرون، وتفكيرهم كان شريرا ضد عيسى. كيف تجرأ قول هذا؟ من هو عيسى هذا؟ يظن نفسه الله؟ لقد تجاوز الحدود. لماذا يفكرون هكذا؟ الكتبة والفريسيون لا يؤمنون أن عيسى هو الله، يرون فيه عدوهم. هنا أيضا عيسى لم يغضب عليهم، لكنه فعلا الله، ويبرهن على ذلك بطريقتين. الأولى يقول لهم أنه يعرف أفكارهم الشريرة. إنك تعلم أن لا واحد يمكنه معرفة ما هو موجود في ذهن الآخر إلا الله. الثانية قد طلب منهم: هل كان من الأسهل القول المشلول أن خطاياه قد غفرت له، أو جعله يمشي؟ ما هو رأيك؟ بالطبع الكلام أسهل من الشفاء. من يمكن أن يكون له الدليل أن خطاياه قد غفرت له؟ إذن عيسى أمر المشلول أن يقف، يأخذ فراشه ويرجع إلى بيته. ففي لحظة المشلول أطاعه، لأنه يعلم في قلبه أن عيسى هو حقا الله، وأنه غفر له خطاياه. إنها معجزة. عيسى يقول لنا أنه يجب علينا أن نعلم أن لديه السلطة على غفران الخطايا وصنع الصلح مع الله إلى الأبد. بالطبع الناس المحاطين بالرجل الذي شفي من شلله ابتعدوا كي يتركوا له الممر، فارحين ومجدين الله، قائلين له: شكرا لك. للأسف القصص الموالية تبين لنا أن أغلبية كتبة الكتاب المقدس والفريسيين لم يؤمنوا بعيسى، رغم أنهم سمعوا ورأوا كل العجائب التي صنعها، والتي تبرهن أنه الله الذي أتى على سطح الأرض كي يغفر ذنوب الذين يضعون فيه ثقتهم. وأنت، هل أنك مثل هذا المشلول الذي احتاج إلى مساعدة أصدقائه كي يلتقي مع عيسى؟ لأن ليس لديه القدرة وحده، ولكن غفرت له خطاياه وشفي. أم تريد أن تكون مثل هؤلاء الكتبة الذين يعرفون كلام الله ولكن لا يضعون فيه الثقة؟ إذا بقوا مع ذنوبهم في قلوبهم. فكر جيدا ولا تنسى أن الله يرى في قلبك. إذا أردت أن تغفر لك ذنوبك أطلب منه ذلك، لأنه سيغفر لك ولن يحاسبك، ضع فيه ثقتك. لنصلي الآن. يا عيسى شكرا لك لأنك الله، لأن لك هذه القدرة في شفاء المرضى وغفران الخطايا. نريد كلنا أن تغفر لنا خطايانا، نريد أن نعيش معك في الفرح وسلام القلب. سيدي باركنا، باركني وبارك كل طفل يسمع لهذه القصة. إنك تحبنا، ساعدنا كي نضع فيك وفي كلامك الثقة مثل هذا المشلول. آمين. سنقرأ الآن في إنجيل لوقا الشطر الخامس الآية 17-26. وفي إحدى الأيام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. وإذا برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا، وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه.
ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش من بين الأجر إلى الوسط قدام يسوع. فلما رأى إيمانهم قال له: أيها الإنسان، مغفورة لك خطاياك. فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين: من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فشعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم: ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيها أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمنفوج: لك أقول، قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله. فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين: إننا قد رأينا اليوم عجائب. قصتنا انتهت اليوم، ألقاكم عن قريب، إلى اللقاء.